بخاري من بعبدة حارسون على وحدة لبنان وعمقه العربي انطلاقا من مبادئ اتفاق الطائف. التيار العوني يجول على عين التين وكليمانسو. الراعي في مصر لانتخاب رئيس يشد وحدة الشعب اللبناني. فصل جديد من العنف الروسي في أوكرانيا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت لبنان. التوقيت السياسي اليوم مربوط على ساعة إخراج اتفاق الترسيم في 16 أو 17 من الجاري إلى التنفيذ بعد توقيعه من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مع الحرص ألا يكون مباشرا، حفاظا على مفردات العداء وعدم التطبيع التي أصبحت استهلاكية. وفي أسبوع الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس المحددة الخميس، لم يخالف العنوان ما يتضمنه المكتوب من غياب التوافق ومضي حزب الله في التصعيد، مطالبا بمرشح يكون ملتصقا به. بعد الجلستين استعمل فيهما الورقة البيضاء ولعبة النصاب. ولا يكون المرور اليوم على ذكرى الثالثة لثورة 17 من تشرين إلا بمثابة تسجيل لمحطة عبر فيها اللبنانيون عن أملهم ببناء لبنان الذي يتطلعون إليه، لا الذي تحكمه سلطة فاسدة. الأوضاع العامة شكلت محور بحث بين الرئيس ميشيل عون والسفير السعودي وليد بخاري، الذي غادر قصر بعبدة من دون الإدلاء بأي تصريح على أن يزور أيضا عين التينة. وبحسب بيان قصر بعبدة، فإن اللقاء بين عون والبخاري عرض العلاقات اللبنانية السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان، ولا سيما على الصعيدين الاجتماعي والإنساني. وأضاف السفير البخاري جدد التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف، الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمنت الاستقرار فيه، كما أكد على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. ولفت السفير البخاري إلى أن رئيس عون أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والسعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. على الخط الحكومي أعيد تفعيل الاتصالات، حيث برز اجتماع عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وكان إبراهيم لفت في حديث إلى النهار إلى أن ثمة ثغرة صغيرة برزت في جدار التأليف أخيرا، يعمل على الاستفادة منها والبناء عليها، أملا بتبديد موجة التشاؤم الفارضة نفسها على المشهد السياسي. التيار الوطني الحر تابع جولته على القيادات، فزار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد عين التين للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقام وفد آخر من التيار ضم النواب سامر التوم وسيزار معلوف وغسان عطلة بزيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في كليمانسو، حيث جرى عرض المستجدات الراهنة بحضور النائبين مروان حمادي وهادي أبو الحسن. باسيل أوضح أنه لا يمكن أن ننتخب أي رئيس من دون حوار، ولبري الدور الكبير في هذا الإطار. ما بعتقد في حدا متوهم أنه فينا نوصل لهالنتيجة ونتجنب الفراغ من دون الحوار. أنا سعيد أنه لقينا عند الرئيس بري كل التفاهم وكل الاستعداد وكل الإيجابية اللازمة تنقوم بهيدا الحوار، وبعتقد أنه هو عنده دور بهيدا المجال. المهم أنه هالرغبة بالتحاور موجودة، مش بس على المرحلة، على الأسماء، لأنه مش هننتخب برنامج بالصندوق، بدنا ننتخب أسماء بالصندوق، وإن شاء الله بنقدر نكفي هيدا التواصل. تمنى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي أن يعبر الترسيم القانوني إلى حيز التنفيذ، وأن تنبسط وحدة القرار هذه إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأضاف خلال عظة في كاتدرائية القديس يوسف المارونية الظاهر في القاهرة أن اللبنانيون وأصدقاء لبنان يتطلعون إلى انتخاب رئيس يعمل على شد أواصر وحدة الشعب اللبناني ويلتزم مع الحكومة والمجلس النيابي في إجراء الإصلاحات المطلوبة والنهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي. أما لجهة عودة نازحين سوريين إلى بلادهم فقال الراعي إنه صدم برفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان بإعادتهم إلى وطنهم وبتمسكهم بإعطاء كل نازح حرية البقاء أو العودة، وأشار إلى أن هذا القرار غير مقبول على الإطلاق لأنه مكلف جدا على لبنان. وطلب الراعي الدولة اللبنانية بالمضي قدما في مواصلة إعادة النازحين إلى المناطق السورية الآمنة لكي يتمكن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ، وطالب الأمم المتحدة بأن تعطي مساعداتها المالية لهم على أرض سوريا لا على أرض لبنان. حاشية رئيس الجمهورية والمس بما لا يمس، تقرير ضمن سلسلة رئاسيات مع الدكتور جورج يزبك. وما أدراك ما حاشية رئيس الجمهورية؟ يقول الرئيس صائب سلام في مذكراته إن الرئيس بشار الخوري نفسه بقي شخصيا في رأيي نظيف الكف عفيف النفس، إلا أن تصرفات أفراد عائلته زوجته وابنه خليل وشقيقه فؤاد ومرافقه منصور لحود بالإضافة إلى تصرفات شقيقه سليم السياسية أساءت إليه كثيراً وشوهت سمعته. وما أدراك ما تعني عبارة المس بما لا يمس، وهو التعبير الذي كانت تستخدمه صحف زمن الاستقلال للإشارة إلى مقام رئاسة الجمهورية وإلى شخص الرئيس. هكذا أوعز السلطان سليم شقيق رئيس الجمهورية بشار الخوري إلى مدير الشرطة ناصر رعد باقتياد صاحب دار الصياد سعيد فريحة وكاتب المقال الذي اعتبره السلطان مسيئا لشقيقه محمد النقاش إلى المخفر، فاستجوب الأول وسجن الثاني. ولما بلغ الأمر رياض الصلح استاء شديد الاستياء لسببين: لتوقيف صحافي ولتنفيذ مدير الشرطة أوامر السلطان سليم الذي لم تكن له أي مسؤولية حكومية أو إدارية، بل كان فقط صاحب نفوذ واسع مستمد من كونه شقيق رئيس الجمهورية. أمر رئيس الحكومة وكان أيضا وزيرا للداخلية مدير الشرطة بإخلاء سبيل الصحافي فرفض، ولم يستطع عزله أو إحالته على المجلس التأديبي لوجوب صدور مرسوم بذلك، وخشي ألا يوقع رئيس الجمهورية المرسوم فارتأى إعطاءه إجازة إجبارية تمكن خلالها رياض الصلح من إطلاق سراح محمد النقاش. غرد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض على حسابه عبر تويتر في الذكرى الثالثة لثورة 17 تشرين قائلا: نضالنا مستمر على كل الصعد لتحقيق آمال الشعب اللبناني ومطالبه المحقة. وأضاف أن مبادئ 17 تشرين لا يمكن أن تتحقق بانتخاب رئيس رمادي يكون عاجزا عن استعادة سيادة الدولة وعن فرض تحقيق الإصلاحات ومحاسبة المرتكبين. النائب الياس حنكش علق على ثورة تشرين وكتب قائلا: الثورة اللي بقلوبنا ما خلصت، والحلم ببناء دولة بيتحقق طالما ضلينا مأمنين فيه. وأرفق التغريدة بصورة من جل الديب ليلة 17 تشرين 2019. نتابع النشرة فيها بعد قليل. هل يعود النازحون السوريون وفق الأجندة اللبنانية؟ عودة لمتابعة النشرة. خطة إعادة النازحين السوريين ستنفذ وقائمة بحسب وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.
العودة الطوعية للنازحين السوريين وضعت على سكة التنفيذ في ظل رفض لبنان لدمجهم والإصرار على الوصول في القضية إلى المحطة الأخيرة من الخطة التي تقوم على إعادة 15,000 نازح شهرياً، ومن المقرر أن تنطلق القافلة الأولى قبل نهاية الشهر الحالي، إلا أن التحركات والمواقف الرسمية المتصلة بمسألة إعادتهم إلى بلادهم تثير التباسات مع الجهات الخارجية المعنية بأزمة النزوح، ودعت منظمة العفو الدولية إلى وقف تنفيذ الخطة. فهل يستجيب لبنان للأمر؟ وزير الشؤون الاجتماعية إكتور حجار أجاب عبر صوت لبنان عن هذا السؤال. الخطة ما يتوقف، في ضرورة للبدء بتنفيذ الخطة اللي اشتغلنا عليها يعني أشهر بالماضي، واللي انشغل قبلنا عليها أشهر، واليوم نحن بحاجة ماسة للذهاب بتنفيذ الخطة. واللي عنده ملاحظات سمعناها وجاوبنا عليها، ونتمنى من المجتمع ونتمنى من الجمعيات اللي تعنى بحقوق الإنسان، ونتمنى من الصحافة، ونتمنى من كل العالم، إذا نحن متهمين اليوم بأن نحن عم نعمل عودة قصرية، يتفضلوا يروحوا على مراكز الأمن العام، عنا 27 مركز للتسجيل، ويفرجونا وين الموقف القصري. وإذا ما كنا عم نعمل موقف قصري، يعني ما عم نجبر السوريين تيروح إلى سوريا غصب عنهم، يتفضلوا يجاوبوا، مش بس نحن بدنا نجاوب. يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون نازح، 88,000 منهم مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أما الدفعة الأولى التي ستغادر إلى سوريا تضم 1600 نازح سوري. نقطة السفر للعودة مع اللواء إبراهيم هو المسؤول تقنيا عن متابعة هذا الموضوع، نحن منتابع على المستوى السياسي. أنا غير مخول أحكي بالأرقام، اللواء إبراهيم قال بتصريحه 1600 شخص تم تسجيلهم. هلأ أكيد اليوم نحن التسجيل لم يتوقف، يعني نحن يمكن تم تسجيل 1600 ويكون من وقتها لليوم تسجل زيادة، بس على القليلة أول دفعة تحددت بحسب ما قال اللواء إبراهيم. تداعيات أزمة النزوح السوري كبيرة، وتقدر كلفتها على الاقتصاد بأكثر من 3 مليار دولار سنويا، ما يجعل سرعة معالجة الأزمة بالغ الصعوبة. مجدلين عيد، صوت لبنان. المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة يوانا فرونيتسكا لفتت إلى أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الطويلة في لبنان دفعت الكثير من الناس إلى الفقر، وأكدت الحاجة إلى قرارات وإجراءات عاجلة لمواجهة ذلك وإلى استمرار الأمم المتحدة وشركائها في تقديم الدعم. رأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن قطاع المياه في لبنان بحاجة إلى إعادة التوازن المالي إلى المؤسسات الاستثمارية للمياه، وأضاف في أسبوع القاهرة للمياه أن لبنان بحاجة إلى عودة الاستثمارات الدولية والعربية إليه، مؤكدا أن هذا ما يتم العمل عليه من خلال تسديد لبنان للدفعات المستحقة للصناديق الممولة في وقتها، وإجراء إصلاحات أساسية في قطاع المياه أولها إقرار قانون جديد للمياه عام 2020، إعادة هيكلة التعريفات والرسوم المتعلقة بالقطاع، التفاوض مجددا مع الجهات الممولة وخاصة البنك الدولي لإعادة إحياء القروض، وتظهير موقف لبنان كمتضرر من النزوح السوري. الخبير المصرفي نسيب غبريل أعلن عبر صوت لبنان أن تعميم مصرف لبنان الذي يسمح بالتسديد المسبق للقروض المدعومة لم يحدد سعر صرف محددا للتسديد. التعميم ما حدد سعر جديد لتسديد القروض. التعميم الجديد يسهل للمقترض يسدد قروضه مسبقا، خصوصا بعد البلبلة اللي صارت مع اعلان سعر صرف جديد رسمي للليرة اللبنانية، مع انه اليوم مش معروف مصير هذا السعر يلي حدد العمل فيه ابتداء من اول الشهر 15,000. يلي اخذ قرض بالدولار، قرض شخصي ان كان سكني او قرض سياره، وعم بيسدده كان حسب تعميم مصرف لبنان اللي صدر بنيسان 2020 على سعر الصرف الرسمي بالليره اللبنانيه، نعم بيكمل تسديده، او اذا بده يسكره بالكامل بيسدده يعني بدون اخذ بعين الاعتبار صرف اسعار الليره الجديد. بده يشوف مع المصرف يعني اذا بالدولار بجوز بده يسدده بالدولار، بس يعني ما في تعديل لسعر صرف التسديد، هيدا المهم.
تستمر أسعار المحروقات بالارتفاع وأصبحت على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 737 ألف ليرة بارتفاع 7000 ليرة، المازوت 884 ألف ليرة بارتفاع 9000 ليرة، الغاز 440 ألف ليرة بارتفاع 3000 ليرة. اتفاقيات تعاون بين جمعية ستوب بلاستيك والجامعات في لبنان للحد من خطر البلاستيك على البيئة. في إطار التوعية على خطر البلاستيك على البيئة وصحة الإنسان، وبعد توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأنطونية، تبدأ جمعية ستوب بلاستيك الفرنسية مجموعة نشاطات في لبنان، حسب رئيسة الجمعية إليان إدي. النشاطات هي ما نبلش بالمحاضرات، ديجا محاضرات التوعية للطلاب لحتى نفرجيهم مخاطر البلاستيك على الصحة وعلى الأسماك البحرية. بعدين من بعد هيدا الشيء راح يكون في لم البلاستيك من الجامعات ومن البيوت، رح نفرزهم، رح نطلب منهم انه يفرزوهم، وبعدين بتجي شركات متخصصه بتلمهم بتشتريهم منهم. وفي شركات كمان اذا هن بحبوا يعملوا هن وركشوب، رح ناخذهم على معامل من البلاستيك تبعهم، بيقدروا يعملوا دي اوبجي ارتستيك للجامعة تبعهم، مثل بنوكي، مثل طاولات، كل شيء هن بيتمنوا يعملوا بنقدر ننفذ لهم اياه. توجه جمعية ستوب بلاستيك الفرنسية إلى الجامعات يأتي في إطار توعية الطلاب بهدف الوصول إلى صفر نفايات بلاستيكية. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان. نتابع النشرة فيها بعد الفاصل. عنف روسي في أوكرانيا. أهلا بكم من جديد. قصف روسي يستهدف منشآت حيوية في أوكرانيا، وماذا عن انخراط إيران في دعم روسيا؟ التفاصيل في التقرير التالي. العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية تشهد فصلاً جديداً، ففي آخر التطورات الميدانية أطلقت سلطات كييف صافرات الإنذار وطالبت السكان بالبقاء في الملاجئ، وتحدثت الرئاسة الأوكرانية عن مقتل 3 أفراد في الضربات الروسية التي استهدفت صباحاً منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مئات البلدات. وتعليقاً على القصف الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الغارات الروسية لن تكسر الأوكرانيين، فيما قال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني إن أوكرانيا أسقطت 37 طائرة مسيرة روسية منذ مساء الأحد. وفي وقت أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل البحث عن أدلة ملموسة حول انخراط إيران في دعم الهجوم الروسي على أوكرانيا، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هذه الأنباء، وقال إنه لم يتم توفير أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين. في غضون ذلك، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن مخطط إسرائيل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة خطوة طائشة للغاية، محذراً من تدمير العلاقات بين موسكو وتل أبيب. الصفحة الرياضية مع رومن طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية ببطولة لبنان لكرة السلة. حقق فريق الحكمة الفوز على ماريست بنتيجة 102-59. وببطولة لبنان بكرة القدم، حقق الأنصار الفوز على حساب التضامن صور بنتيجة 4-0. كما حقق العهد الفوز على حساب شباب الغازية بنتيجة 2-1. وعلى ملعب العهد فاز شباب الساحل على السلام صغرتا بنتيجة 1-0. ومننتقل للدوري الفرنسي بكرة القدم، تعادل فريق موناكو مع كلورمون فوت بنتيجة 1-1. وببطولة الدوري الإسباني بكرة القدم، حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3-1. أما بالدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، فاز فريق كولن على أوكسبورغ بنتيجة 3-2. كما حقق فريق يونيون برلين الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0.
إلى ذلك وبالدوري الإنجليزي الممتاز حقق فريق أرسنال الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 1-0، كما وفاز فريق تشيلسي على أستون فيلا بنتيجة 2-0، وبمباريات أخرى تعادل فريق نيوكاسل يونايتد 0-0 مع مانشستر يونايتد، فيما تعادل ويست هام يونايتد مع ساوثهامبتون بنتيجة 1-1. وببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم تعادل لاتسيو مع ضيفه يودينيز بنتيجة 0-0، وحقق نابولي الفوز على بولونيا بنتيجة 3-2. وإلى نشرة الأحوال الجوية. جو اليوم غائم جزئياً مع درجات حرارة بتتراوح بين 23 و 28 درجة. بكرة الجو مشمس والحرارة رح تكون بين 23 و 27 درجة. الأربعاء هناك بعض الأمطار المتفرقة والحرارة رح تكون بين 22 و 26 درجة. الخميس الجو غائم مع أمطار متفرقة كمان والحرارة بين 21 و 27 درجة. الجمعة الجو ماطر أحياناً والحرارة بتنخفض وبتكون بين 21 و 26 درجة. النشرة انتهت، تابعونا عبر موقعنا الإلكتروني vdl.me وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.